وبعد فجر جميل أقلعت عدسة قهوة الصباح محلقة فوق لوحة بديعة من الخمائل الغناء بقرية الروضة بنيابة سمد الشان في ولاية المضيب، مثيرة فضولنا لأن نقترب من تفاصيل هذه اللوحة. فقد تدلت عناقيد العنب في مشهد مبهج منتظر، متداخلة في ألوانها وأنواعها وأشكالها التي تأتي بالخير الوفير لمزارعي القرية. موسم حصاد العنب بدأ معنا في الروضة مع باقي المحاصيل مثل المانجو، الفيفاي، عندك التين، وفي معنا شجرة مستحدثة هي شجرة الزام. والحمد لله رب العالمين، يعني المزارع بشكل عام ينتظر هذا الموسم. تعلقت حبات المانجو منحنية تنتظر القطاف، واعتلت رؤوس الفافاي شامخة تنتظر اصفرارها. تناغمت ألوان التين مترجمة لنا قسم الله فيها، وتقاربت حبات الجوافة تدفئ بعضها بعضا تعجيلا للنضج. تباهت ثمار المستعفل بظهورها الخجول، وتناثرت كرات الزام متدرجة في احمرارها الداكن، واحتضن الموز أفراد عائلته مشيرا بمحصول وفير. بساط أخطر بديع، محاصيل عدد، نخل باتقاء، رياض تنسيك حرارة الصيف، وظلال سقفها العنب الأبيض. قرية الروضة أقل ما يقال عنها أنها جنة تحمل الاسم والمعنى. خيرات بلادنا عمان تستحق منا الامتنان، بلدة طيبة ورب غفور، فاللهم أدمها نعمة واحفظها عن الزوال.